بسم الله الرحمن الرحيم. أحد الأعضاء كان بيسأل أنا كيف عملت الجزء هذا اللي فوق يعني القبة هاي أو السقف بتاع بيت الساموراي، كيف أنا عملته بالشكل هذا؟ أنا عارف وين المشكلة، يعني أنا عارف هو ليش معرفش يعمله. فأنا بعمل كيوب، ببدأ إني أدي سكيل مناسب وبروح من هون، ممكن نخلي هدول 10. هو حكى انه احنا ممكن نبدا بايش، ممكن نبدا ب ممكن يعني انه يجرب يعملها بنيرز. فمشكله النيرز، هلا لو رحنا نيرز بلان وكبرنا البلان هذه زي هيك، ورحت من هون وبرضه خليت هدول 10. اوكي، هلا لو اجيت انا واخترت الفيرتس هاي وحركتها لفوق، فحلاحظ انه ما حيديني التاثير اللي انا عامله هون. اوكي، ممكن يكون الحل مثلا اني اختار الفيرتس اللي في النص هدول وابدا اني ارفع، بس برضه حلاحظ انه ايش، انه ما اداني نفس التاثير، فبالتالي حضطر اني اعمل هيك. هذا اذا بدي استخدم نيرفس وابدا اني احرك هاي، بس برضه ما حيديني نفس التاثير المضبوط. ففي طريقه سهله جدا، خليني ارجع هاي للاوريجينال. انا حختار كل اللي انا عملته، اني اخترت الفيرتس اللي في النص هدول، اوكي، وضغطت كبستين على على الموف تول. ولو رحت هون حلاقي في عندي حاجة اسمها سوفت سيلكشن، كل اللي حعمله اني حعلم عليها. هلا لما علمت عليها لاحظت انه هون صار في تغيير في الشكل، يعني صارت الفيرتس ماخذة لون اصفر والخطوط اللي حواليها ماخذة لون اصفر، وبعدين يتدرج تدريجيا الى ان يصل الى اللون الاسود. هلا لو انا زودت القيمة اللي هون شوي، خليتها مثلا 5، فحلاحظ انه هاي الفيرتس باللون الاصفر وهاي باللون البرتقالي وهدول باللون البني، وبعدين ايش بيبدا التاثير انه هو يتلاشى. هذا الحكي ايش معناه؟ هذا الحكي معناه انه المناطق اللي باللون الاصفر بيكون تاثرها بالموفينج اكثر من المناطق اللي باللون البرتقالي، واللي باللون البرتقالي اكثر من اللي باللون الاحمر الغامق او اللون البني وهكذا. فانا اللي انا عملته حاجه هون، حزود هاي، حنخليها مثلا 12. فحلاحظ هون انه هاي المنطقة، حلاحظ انه المنطقة هاي تأثرها اكثر من المنطقة اللي حواليها، يعني المنطقة اللي انا بعلم عليها بتكون اكثر تأثرا، بعدين التأثر بيبدأ انه هو يتلاشى تدريجيا زي ما احنا شايفين هون وهون. اوكي، فاللي انا عملته اني اخترت الفيرتس هاي، اوكي، وحركتها لفوق زي هيك. انا ممكن ازود القيمة هاي شوي، خليها مثلا 15، وحركتها لفوق. اوكي، بعدين ببدأ اني اقلل هذه تدريجيا، خليها هلا مثلا 12 وحرفع لفوق شوي، ومثلا خليها 10، وحبدا اني خليها 5. اوكي، زي هيك، تمام. طيب هلا حروح انا على التوب فيو وحبدا اني اختار الفيرتسز هدول. طبعا هون هلا لازم اشيل انا السوفت سيلكشن، اختار انا الفيرتسز هدول. طبعا لازم اتاكد اني بختار الفيرتسز المضبوطة. اوكي، اختار الفيرتسز هدول، الفيرتس اللي في النص ما حختارها لانه انا اصلا كنت اخترتها وعملت عليها التاثير اللي انا بدي اياه. هلا حرجع انا للبرسبكتيف فيو وحبدا اني ارفع هدول زي هيك بالشكل هذا. اوكي، ممكن انه احنا نيجي على الفيرتس اللي في النص هدول ونبدا انه احنا نرفعهم شوي، وبعدين اعمل دي سيلكت. للفيرتسز اللي ملهاش لازمة، هلا لو كبست 3 فحلاقي ايش الشكل صار عندي زي هيك. طبعا كل ما زادت عدد الديفيجنز المكونة للكيوب تاعي صار التأثر افضل بس. وبعدين ممكن اني اروح على السايد فيو، او حتى ممكن من التوب فيو ابدأ اني اختار الفيرتسز هدول،
اوكي وارجع، او حتى ممكن برضو من التوب فيو، وابدا اني اعمل سكيل شويه زي هيك. وبعدين ببدأ إني أشيل السليكشن للفيرتسز اللي على الأطراف شوي بشوي زي هيك وهكذا and so on. يعني بحيث إني هون أعمل شكل كيرف. طبعا keep doing this لحد ما إيش، يعني حنضل انه احنا نعمل الشكل الحركة هاي لحد ما نوصل الى انه هذا يكون شكل كيرف مظبوط. هلا لو كبست انا على رقم 3 فحلاحظ انه الشكل صار عندي زي هيك. بس فهاي هي الفكرة تاعتها، كلها في ايش، في السوفت سيلكشن. وببدأ اني اغير في قيمة الراديوس الخاص بالسوفت سيلكشن اللي هو يعني بخلي لي بوضح لي او ببين لي شو المنطقة اللي انا بدي اياها تتأثر اكثر من المنطقة اللي بعدها. بس وهاي هي الفكرة، وبتمنى انه يعني الدرس يكون واضح ويكون مفيد، وشكرا جزيلا لكم، وان شاء الله حيكون في دروس قادمة. واي حدا عنده سؤال اذا بعرف الاجابة ان شاء الله تعالى ما حتأخر. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.